سكان دور الصفيح في الدار البيضاء كيعانيو في ظل مجموعة من الظروف القاهرة واللي كيعيشوا معها في بيوت قصديرية مع غياب تام لخدمات الصرف الصحي وأبسط ظروف العيش الكريم، إضافة إلى المعاناة ديالهم مع حرارة الصيف، الشيء اللي خلى السكان ديال هاد الدور الصفيحية كيتشكاو من الظروف القاسية اللي كيعيشوها. سيدي حنا في الشانطي، ساكنين في الشانطي، عندي 7 ديال الوليدات، 7 بيا انا، 6 الوليدات و 7 بيا انا، عايشين في الشانطي. في وقت الشتاء كنتكرفسوا بزاف، كيولي الماء داخلنا تحت الباريط كاع الفيضانات، وكنبداو نعمروا بالبالا والسطوله ونخرجوا نخويو. حنا عايشين في الشانطي وعندي وليداتي وما كاين حتى واحد اللي خدام عليا، غير فراغ ديال المحكمه هو اللي خرجني باش نعيش في الشانطي. كنطيبوا الميكا، طيبين فيها الميكا زعما ما نعاودش لك، كنطيبوا هناك بحال الحمام، بحال البركه في الحمام، الحمام ورا ليه الدواء هنا، راه واخا الباب محلول واخا هادي كنموتوا مع الميكا، كنموتوا مزموطين بزاف، مضرورين من الماء ما عندناش، الواد الحار ما عندناش مسؤول اللي غيهضر علينا. شحال من مره حنا كنديروا درنا شحال من حره، درنا مظاهرات، درنا كل شيء، وما عندناش الماء ديما مقطوع. حنا عندنا جمعيه مكلفه بالماء ولكن ديما عندنا مشكل، سيمانه عندنا الماء وشهر مقطوع علينا. علاش حنا كنعيشوا ديما هذا المشكل ديال الواد الحار؟ ما عندناش والماء شحال من عام غالي. عندنا غير الحفره وكنهزوا البرميل، عندنا جوج برامل كنهزوا ديال 120 لتر في النهار كنخوي انا بعدا، وعندنا الماء ديال الجمعيه كتحسبوا لينا ب 400 للطون وكنخلصوه ومقطوع لينا وكنتسخسخو. ودابا شوف الواد الحار دايز وما مستافدينش منه، قال لك غيستافدوا على الناس اللي قريب ليه، اللي قريب اللي غيدوز ليه اللي غيستافد منه، واللي بعيد ليه ما غيستافدش منه. علاش ما عرفناش المشكل علاش. راه اخر معذبين في هاد الدربه، راه طوباش وهادشي، راه قشلنا، راه هلكنا الصيف والشواد، تدخل لينا الماء الديور راه بزاف وحق الله طوار وصاد بنادم الميكا. حنا بعدا راه سهدنا تنموت هو بهذاك الشيء اللي فينا حنا وحق الله. حنا الرئيس لان فاش كيبغينا ننتخبوا جا عندنا صوتنا عليه قلب علينا، ملي بغيناه ما لقيناش، الواد الحار دايز من وسطنا، علاش ما غنستافدوش منه؟ علاش؟ اشنا هو السبب؟ علاش حنا ما غنستافدوش من الواد الحار؟ اشنا هو السبب؟ غيدوز البارطمات غيدوز لواحد البروجي ديال البارطمات غيدوز من وسط الدوار وما نستافدوش منه، علاش؟ اشنا هو السبب؟ حنا مقطوع علينا الماء باش يدوز الواد الحار للدوار البارطمات، علاش؟ هاد المعاناة والظروف القاسية خلات المواطنين أنهم يطالبوا بسكن لائق ويعيشوا في ظروف أحسن، خصوصا مع وجود أطفال صغار، وكيتمنوا التدخل السريع من السلطات المعنية ومن الملك محمد السادس. كنطلبوا من سيدنا بدي يشوف فينا ويعطينا فين السكن، احنا مكرفسين معدوين، مكرفسين يا في الصيف يا في الشتاء. كنطلبوا من سيدنا الملك يشوف فينا، الله يطول عمره ويعطيه صحيحته، الله يطول عمر سيدنا عاش الملك. كنطالبوا بالواد الحار وكنطالبوا بليدك تدخل لينا الماء، يدخل لينا ونطالبوا بحقوق ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا. الله يخليك، حنا كنهضروا غير على حقنا، بغينا حقنا، حنا ساكنين في الدوار عايشين لوقيته ديال الشتاء مكرفسين بالقطره، عايشين مع الطوبه، عايشين بالشمس، حنا بغينا شي مسؤول اما يحولونا اما يعطيونا عده الهيكله. حنا مكرفسين لا من الماء الا من الضو الا من الواد الحار، حنا عايشين لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. واش نطالبوا؟ واخا يدير لنا الله الشتاوين معاد، هاي تعاونوا معانا، هاي تعاونوا معانا ويديروا فينا شي خير، يدير لنا فينا الشتاوين، الله يرحم الوالدين، حيدوا لنا هاد الميكا وهاد الناس، هما ديروا معاهم شي حل، وحنا شحنا ديروا معانا شي حل، والله يدير لنا الشتاوين على اي واحد. عاش الملك، عاش سيدنا، عاش محمد السادس. الحق في السكن اللائق هو إذن المطلب ديال ساكني دور الصفيح واللي يحميهم من برودة الشتاء وحرارة الصيف، الشيء اللي كيستدعي معاه تدخل ديال المسؤولين من أجل إخراج المواطنين من هذه الوضعية المزرية واللي ما كتوفرش فيها أبسط الظروف الملائمة للعيش.